الآن ينضم إلينا من الخرطوم السيد محمد عثمان الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد محمد. إذن كنا نأمل أن يعني يبقى روح الهدنة موجودة بين الطرفين، لكن على ما يبدو أنه الصدمات والاشتباكات عنيفة رغم أن الجيش وافق على تمديد الهدنة لمدة 7 أيام. كيف ترصد سيد محمد يعني هذا الاختراق الواضح للهدنة وما هي أسبابه؟ هل هي نفس الأسباب تتكرر في كل مرة؟ عقب الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش السوداني في خلال الأيام الماضية، تبدل وتغير موقفه بالاستجابة للوساطة الخارجية، وتحديدا الوساطة التي تقدمت بها منظمة الإيجاد والمتمثلة في 3 رؤساء، رئيس دولة جنوب السودان ورئيس دولة كينيا ورئيس دولة جيبوتي. واستجابة الجيش السوداني في هذا التوقيت تحديدا لهذه الوساطة من منظمة الإيجاد بعد أن حسم الجيش المعركة تماما على أرض الواقع، والآن هو في موقع المنتصر ويود أن يرسل رسالة بأن هذه المعركة تم طيها تماما إلى الأبد، ثم بعد ذلك هم جاهزون للتفاوض، وكل ما كان الطرف المفاوض هو في مصدر القوة ويمتلك عتاد عسكري ويمتلك انتصارات على أرض الواقع يكون موقفه التفاوضي قوي جدا. فبالتالي أنا أعتقد الآن هذه تعتبر ضربة معلم وتعتبر ذكاء كبير جدا من الجيش السوداني في القبول لهذه الهدنة، بالرغم من أن الهدنة أصبحت كلمة لا قيمة لها ولا جدوى لها في خلال الفترة الماضية، لأن الطرفان لم يلتزمان بتنفيذ هذه الهدنة على أرض الواقع. ودعني أشير إشارة واضحة جدا إلى تدهور الوضع الإنساني، وأصبح كل الكوادر الصحية والكوادر الطبية هي الآن مشلولة تماما، لا تستطيع بأي حال من أحوال الوصول إلى المستشفيات لتقديم الخدمات. وقطعا هذا الأمر سيؤثر تأثير كبير جدا على أرض الواقع وعلى حركة المواطنين، بالإضافة إلى ذلك العديد من المستشفيات أصبحت هي سكنات عسكرية ومناطق يصعب الاقتراب منها. فلذلك أنا لا أتوقع أن يكون هنالك انفراج قريب للواقع في السودان. ما هو وفي هذه القضية المهمة أستاذ محمد، الأمين العام للأمم المتحدة تحدث بشكل واضح عن ضرورة وقف القتال، لأنه المشكلة ليست في تقديم المعونات، المعونات موجودة، ولكن إيصال المعونات في هذا الجو من الصعوبة بمكان. وصول هذه المعونات الإنسانية في ظل الاقتتال في ظل الاحتراب تصبح من الاستحالة مكان، والحديث عنها يصبح حديث لا قيمة ولا جد له، لأنه الموظفين الأمم المتحدة العاملين في الحقل الإنساني الآن هم أصبحوا أهداف رئيسية في هذه المعركة. بالإضافة لذلك تم نهب عدد كبير جدا من المواد الغذائية التي من قبل من أستاذ محمد؟ هنالك اتهامات الآن من جيش السودان لقوات الدعم السريع، هي التي نهبت وهي التي اعتدت على هذه المخازن وهي التي مارست النهب في هذه المخازن. فبالتالي الآن يعتبر الوضع صعب جدا والوضع قاسي جدا وازداد قسامة. الآن هنالك العديد من المصابين، هنالك العديد من الجرحى، من الصعب جدا وصولهم لهذه المستشفيات، وإن وصلوا لهذه المستشفيات لا يجدون الكوادر الطبية التي تتعامل معهم. أيضا هنالك بعض المعونات الإنسانية التي وصلت من العديد من الدول من الأردن وغيرها، ولكن هذه المعونات وهذه المواد الطبية والمواد الغذائية أيضا وصلت إلى مطار بورسودان، ولكن لا يتم ترحيلها إلى خرطوم ووصولها للمستفيدين المباشرين، برضو تصبح هذه مشكلة من المشاكل الرئيسية. فهذا الوضع الآن يزداد تعقيدا، والطرفان الآن لا يغيران أي اهتمام للمعاناة. طيب هو يا أستاذ محمد، يعني حسب الأخبار دوما نتابع أن الاشتباكات موجودة في محيط القصر الرئاسي، موجودة في أم درمان، في منطقة خرطوم بحري كما تتابع، لكن كيف هو الوضع في بقية الولايات من خلال اتصالاتك المختلفة مع مصادرك المتعددة؟ غالبية الولايات السودانية تشهد استقرار كبير جدا ولا توجد فيها أي معارك حربية، فقط هناك بعض التفلتات في إقليم دارفور بقرب
السودان، ولكن هناك استقرار كبير جدا في شرق السودان، هناك استقرار السودان، الولايات نوعا والاقاليم نوعا ما لا توجد بها هذه التفلتات ولا توجد بها هذه المعارك الحربيه. الان المعارك الحربيه مسيطره فقط تماما في العاصمه في ولايه الخرطوم التي يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمه، وال 15 مليون نسمه تقريبا الان حوالي 70% منهم قد نزحوا تماما وتركوا مزارعهم ومشاجرهم وخرجوا تماما الى الولايات المتاخمه او الى الولايات الحدوديه بولايه الخرطوم. تكاد تكون الان العاصمه القوميه شبه خاليه من السكان، والذين يجلسون الان ويعيشون الان في الخرطوم ايضا وهم يعانون معاناه كبيره جدا وظلوا تحت رحمه الذخائر واصوات المدافع والرصاص. طيب بالعودة إلى القطاع الطبي والأوضاع الطبية، هذا القطاع إلى أي درجة فعلا متأثر أستاذ محمد من خلال معرفتك الشخصية بحالات تحتاج إلى هذا القطاع المهم، لأنه من القطاعات التي يتم التركيز عليها معاناة كبيرة جدا. هنالك المئات من الأطباء، المئات من الممرضين، المئات من العاملين في الحقل الطبي، هم الآن يقدمون استشاراتهم عبر الاتصالات الهاتفية من ولا منازلهم، لأن تعذر وصولهم إلى المستشفيات لأنه أصبحت هذه المواقع الطبية هي أهداف عسكرية للأسف شديد. في خلال الفترة الماضية تم احتلال مستشفى الخرطوم، تم احتلال مستشفى الشعب، وتم احتلال مستشفى شرق النيل، فأصبحت هذه المواقع والمشافي الطبية في حد ذاتها هي أهداف عسكرية. فلذلك الآن لا يستطيع أي كادر طبي أي كادر يعمل في الحقل الطبي والحقل الصحي أن يصل إلى المستشفى لأن هنالك مخاطرة بنفسه. نعم.